يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا أخبار كتير متنوعة، بالتحديد أخبار خاصة بالنادي الأهلي واستعداداته للمباراة الهامة جدا جدا غدا إن شاء الله أمام فريق بيراميدز في بطولة الدوري. هي مباراة في الحقيقة بست نقاط، يعني المباراة مش ثلاث نقاط بس، ست نقاط. يعني الأهلي لو فاز إن شاء الله يبقى خد ثلاث نقاط مهمين جدا في مشواره، وفي نفس الوقت عطل فريق بيراميدز اللي هو بيحتل دلوقتي المركز الثاني برصيد 30 نقطة. بالتالي مهم جدا إن شاء الله النادي الأهلي يوصل للنقطة رقم 27 عشان يواصل انتصاراته، أو يمكن تعادلنا في المباراة الأخيرة أمام داخلية، لكن يعود إن شاء الله انتصارات عشان يواصل المنافسة على بطولة الدوري إن شاء الله، وهي البطولة المهمة ومفضلة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. النهاردة هنتكلم على استعدادات بالتفصيل الخاصة بالنادي الأهلي، وكمان الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيكون معنا الناقد الرياضي الكبير أستاذ حسام زايد عشان نتكلم في العديد من الأمور على الساحة الرياضية المصرية بشكل عام وكل ما يخص النادي الأهلي بشكل خاص. في أخبار كتير معنا، لكن خلينا نبتدي معاكم بالجدل المثار خلال الدقائق اللي احنا فيها دلوقتي دي، وبخصوص قيد اللاعبين الجدد. خلاص الموضوع بشكل رسمي، النادي الأهلي نجح في قيد الرباعي الجديد جيرالدو وأيضا محمود وحيد. محمد محمود طبعا تم قيده تحت سن، لسه لاعب صغير 20 سنة مواليد 98، وكمان البطاقة الدولية لرمضان صبحي وصلت خلاص بالفعل من حوالي بالضبط 15 دقيقة، وتم قيده بشكل رسمي في قائمة النادي الأهلي اللي طبعا الفترة القادمة وبالتحديد في شهر يناير. احنا دلوقتي في فترة انتقالات وكلام كتير جدا عن انتقالات، لكن بشكل رسمي يا جماعة النادي الأهلي خلاص قايد أو قام بقيد كل اللاعبين الجدد، سواء جيرالدو، محمود وحيد، محمد محمود، ورمضان صبحي، ويحق لهم المشاركة في مباراة بيراميدز غدا طبقا للرؤية الفنية المستر مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروغواني للنادي الأهلي. أولى المباريات بالنسبة لهذا الرجل، اللي نتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله تكون انطلاقته قوية مع النادي الأهلي من خلال مباراة صعبة جدا صراحة أمام فريق بيراميدز. فريق محترم، فريق عنده إمكانيات كبيرة من حيث اللاعبين اللي يقدروا يصنعوا الفارق في أي وقت، ويمكن أبرزهم طبعا كينو، بالإضافة لصفقات هم كمان عاملين أربع صفقات قوية جدا خلال الشهر ده. فبالتالي هتكون مباراة قوية، مباراة صعبة، والنادي الأهلي مركز فيها طبيعي زي كل المباريات بشكل كبير جدا، لكن المباراة دي بالنسبة لنا أو بالنسبة للنادي الأهلي حاسمة علشان يقدر إن شاء الله يخطو خطوة كبيرة جدا نحو المنافسة على بطولة الدوري بالشكل المعتاد. ومش بس المنافسة طبعا، بطولة الدوري الفوز بها هو الهدف الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي بخلاف كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي. طبعا شيء مهم جدا، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للقائمة اللي خلال هذه اللحظات النادي الأهلي يعني بيأدي مرانه الأخير في استاد مختار التتش، بعديه على طول إن شاء الله هيتم إعلان القائمة الرسمية بالنسبة للفريق قبل مباراة الغد واللي هتخش المعسكر، وهنقول لكم القائمة بتفاصيلها إن شاء الله أول ما تخرج بإذن الله. طيب خلينا نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقتنا النهاردة. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري. طاقم تحكيم صربي لمواجهة الأهلي وبيراميدز. الكاف يحدد موعد وحكام مباراتي الأهلي مع فيتا كلوب وشبيبة الثورة. لاسارتي يرفض الراحة بسبب ضغط المباريات. اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه بسبب حفل الكاف. حسين الشحات يكشف موقفه من الانتقال للأهلي. صلاح يقود ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي. طيب يعني عناوين كتيرة ومهمة جدا بخصوص النادي الأهلي والفترة الحالية الهامة جدا. النادي الأهلي خلاص أنهى مرحلة كانت صعبة في شهر 12، كان عندنا عديد من المباريات المهمة والصعبة جدا بالنسبة للنادي الأهلي في ظل الظروف كان بيمر بيها الفريق، كلنا عارفينها أكيد، سواء من حيث الإطافات، من حيث الإصابات، المستوى الفني يمكن ما كانش على ما يرام، ما كانش فيه توفيق كبير جدا بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. لكن النادي الأهلي من خلال شهر 12 قدر أن هو يخرج بأكبر المكاسب، خسر مباراة واحدة في الدوري أمام فريق المقاولون، وكمان تعادل مباراة الداخلية المباراة الأخيرة. كنا نتمنى النادي الأهلي كمان يقدر يحصد الثلاث نقاط بشكل كامل عشان تقربه بشكل أكبر وأسرع لقمة بطولة الدوري.
هقول لكم كل الجديد واخر التفاصيل الخاصه بحسين الشحات مع النادي الاهلي، لكن نروح لفاصل الاول ونرجع نتكلم في هذا الموضوع. طيب رجعنا لكم من جديد، وكنا قبل الفاصل قلنا ان احنا هنقول كل التفاصيل الخاصه بصفقه حسين الشحات التي لم تتم حتى هذه اللحظه، لكن ان شاء الله باذن الله المؤكد ان الصفقه في طريقها للاتمام، وان شاء الله حسين الشحات هيكون لاعب في النادي الاهلي. الساعات المقبله قد تشهد انفراجه كبيره جدا في المفاوضات ما بين النادي الاهلي واداره نادي العين الاماراتي، مش قد تشهد، هي هتشهد ان شاء الله باذن الله انفراجه كبيره جدا في المفاوضات ما بين الفرقتين ان شاء الله، زي ما احنا شفنا كده امبارح من خلال طبعا تصريحات حسين الشحات مع الاعلامي الزميل كابتن سيف زاهر، وكان بيتكلم عن رغبته الشديده ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي. الرغبه متبادله طبعا، النادي الاهلي طالما لقى ان حسين شحات رغبته كبيره جدا، ودي رغبه معروفه من زمان بالنسبه لحسين شحات ان هو نفسه يلعب في النادي الاهلي، وعنده استعداد لتضحيات كبيره جدا جدا، بتحديد تضحيات ماديه ان هو يضحي بيها عشان يكون متواجد في النادي الاهلي. بالتالي النادي الاهلي ما بيسيبش حد يكون متمسك بيه لهذه الدرجه، فبالتالي يعني جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يطمن بشكل كبير جدا خلال ساعات او خلال ايام قليله قليله جدا، يوم او يومين ان شاء الله الصفقه ممكن تتم بشكل رسمي، ويكون في اعلان رسمي من قبل النادي الاهلي بخصوص حسين الشحات، واحد الصفقات اللي هتكون اكيد اضافه قويه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي بخلاف طبعا صفقات النادي الاهلي ابرامها حتى الان. لكن هل تكون صفقه حسين الشحات هي الصفقه الاخيره بالنسبه للفريق؟ لا، النادي الاهلي مش هتكون بالنسبه له صفقه حسين الشحات الصفقه الاخيره، هيكون في صفقتين او ثلاثه كمان، صفقتين او ثلاثه كمان، ده شيء مؤكد. واحنا زي ما قلنا لكم الاسبوع اللي فات ان حسين الشحات الموضوع مش بعيد، كان في كلام كتير جدا طلع ان حسين الشحات خلاص اداره العين مش هترضى والاهلي ما قدمش عرض. لا، قلنا لكم هنا من خلال برنامج كلام في الميديا ان النادي الاهلي لسه في مفاوضات مع حسين الشحات، وفعلا بعديها على طول النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي ان هيكون في او في مفاوضات مع حسين الشحات. الامور ان شاء الله في الرتوش الاخيره بالنسبه لحسين الشحات، ومش هتكون اخر صفقه للنادي الاهلي، ان شاء الله في صفقات اخرى في مراكز النادي الاهلي محتاج فيها فعلا تدعيم ان شاء الله عشان يكون الفريق مكتمل بشكل تام وبشكل جيد ولائق للمنافسه على مختلف البطولات، ولعل ابرزها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا بخلاف طبعا البطولات المحليه الهامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. دي التفاصيل الخاصه بحسين الشحات، وان شاء الله الصفقه تتم قريبا جدا 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 باذن الله. صحف النهارده ايه؟ الاهرام، الخطيب ولاسارتي يرسمان خارطه الطريق لبناء فريق جديد للاهلي، المدير الفني يطلب اجهزه استشفاء ويبدي اعجابه بالشحات. مجله الاهلي، ثوره لاسارتي المدير الفني الجديد يبدا خطه تصحيح المسار. الجمهورية، محمود وصبحي ومعلول والشناوي يغازلون لاسارتي، الأهلي يهاجم بيراميدز بنصف صفقات يناير. روزا اليوسف، نيو لوك أزارو وصبحي والشيخ في حسابات لاسارتي أمام بيراميدز. الأخبار، درس خصوصي لمهاجمي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز. مجلة الأهلي، الأهلي جاهز للقاء بيراميدز الجمعة وسموحة الثلاثاء. مجلة الأهلي، الأهلي بأقوى الصفقات يتحدى في أهم المباريات، البطل بقيادة لاسارتي يواجه بيراميدز اللاتيني. الفارس الأحمر على موعد مع الانتصار 1000 في تاريخ الدوري والعودة لقمته. الأخبار المسائي، لاسارتي يشعل حماس لاعبي الأهلي، المدير الفني يستقر على تشكيل التفوق على بيراميدز والفريق في معسكر اليوم. طيب يعني اخبار كلها بتتكلم عن مباراه الغد، وهي مباراه طبعا يعني ما كلنا عارفين اهميتها بالنسبه لفريق النادي الاهلي في مشواره نحو الحفاظ على بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله كالمعتاد. فبالتالي معظم الاخبار ومعظم الصحف كانت بتتكلم عن هذه المباراه المرتقبه، واللي جماهير كتير جدا 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 في الوطن العربي مش بس في مصر هيكونوا بصدد متابعه هذه المباراه الهامه اللي ان شاء الله هتكون بكره في استاد الدفاع الجوي في تمام الساعه 6
مساء. الأهرام اتكلمت على ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة كان طبعا في اجتماع او يعني نقاش ما بينه وبين مستر لاسارتي حول خريطة طريق جديدة لبناء فريق قوي بالنسبة للنادي الأهلي، وده شيء طبيعي وبديهي جدا. كابتن محمود الخطيب يعني من خلال تعاونه او من خلال طبعا تنسيق مع الجهاز الفني بشكل كامل هيكون في خطة واضحة ومعالمها ابتدت تبان من خلال الصفقات الجديدة والتدعيمات الجديدة اللي بتحصل او اللي حصلت واللي هتحصل كمان بالنسبة للنادي الأهلي. المدير الفني مستر لاسارتي طلب بعض الأجهزة للاستشفاء، وده شيء طبيعي جدا ومهم ان يكون في أجهزة للاستشفاء بالنسبة للاعبي النادي الأهلي، وده بسبب ضغط المباريات اللي احنا كلنا شايفينه خلال الفترات الكبيرة السابقة. كان في ضغط مباريات كتير جدا جدا على فريق النادي الأهلي، بالتالي النادي الأهلي نادي كبير جدا، طبيعي ان هو يكون عنده أحدث الأجهزة للاستشفاء. أي جهاز يفيد لاعبي النادي الأهلي بشكل عام، مش بس في كرة القدم على فكرة، في كل الألعاب الرياضية داخل النادي الأهلي، لازم إن شاء الله إدارة النادي الأهلي يعني تكون مركزة في هذه الجزئية، وإن هي تحاول تجيب أو تدعم الفريق مش بس بالصفقات، لا بالأجهزة كمان الحديثة للاستشفاء والتدريبات المهمة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي. إدارة النادي الأهلي لن تبخل على أن الفريق الأول لكرة القدم بالتحديد بأي شيء. الكلام كان كتير الفترة اللي فاتت ان الإدارة ما بتدفعش فلوس، الإدارة بخيلة، شفنا النادي الأهلي جاب رمضان بكام، النادي الأهلي ممكن يخلص حسين الشحات بمبلغ كبير جدا، طبعا كل الكلام اللي بيتقال ده اجتهادات حتى الآن بالنسبة للأرقام الخاصة بحسين الشحات، لكن النادي الأهلي أكيد هيدفع مبلغ كبير جدا، فبالتالي ما فيش بخل ولا حاجة، ما فيش حرص من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي ان هم ما يدفعوش فلوس، لا هيدفعوا. وكمان في الاجهزه ده شيء مهم جدا بالنسبه للفريق عشان يعني نقلل عدد الاصابات شويه، لان الاصابات بصراحه عندنا كتير جدا او في النادي الاهلي اصابات كتير ان شاء الله تخلص واحده تلو الاخرى خلال المرحله المقبله، وكمان عشان يكون الفريق في افضل حالاته البدنيه والطبيه قبل اي مباراه هامه، وكل المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي مباراه هامه. كمان مستر لاسارتي ابدا اعجابه بحسين الشحات، ما يعجبش بحسين الشحات، لاعب كبير جدا والله، كان قدامنا ب 10 او 12 مليون، لكن الجهاز الفني للنادي الاهلي السابق اللي هو قبل اللي فات طبعا كابتن حسام البدري هو اللي كان رفض، ودي معلومة مؤكدة وطبعا وجهة نظر تحترم يعني، وقلنا لكم المعلومة دي قبل كده. لكن حسين الشحات زي ما احنا عارفين مستر لاسارتي اتفرج عليه في كأس العالم كمان الأندية وأعجب بيه جدا وطلب بيه سرعة التعاقد معاه، وإن شاء الله التعاقد هيتم قريبا جدا. مجلة الأهلي قالت إن في ثورة لمستر لاسارتي بخصوص الخطة الجديدة وتصحيح المسار بالنسبة للفريق. طبعا مستر لاسارتي لما جه لقى عدد كبير جدا من اللاعبين في أرضية الملعب في التتش بيتمرنوا، حوالي 42 لعيب، فبالتالي ده عدد كبير جدا إن مدير فني أو جهاز فني يقود مران في العدد او الكم الهائل ده من اللاعبين. بالتالي الراجل كان وهو في اوروجواي لما خد الاجازه بعد ما كان في مؤتمر صحفي الاعلان عن توليه مسؤوليه النادي الاهلي، الراجل راح معاه فيديوهات ولقطات لجميع اللاعبين، مش عايز اقول بعض اللاعبين، لا جميع اللاعبين، وكان بياخد فكره عامه عنهم واتفرج على عدد كتير جدا من الفيديوهات للاعبي النادي الاهلي. بالتالي هو حط ايديه يعني بنسبة ما على الفريق وعلى المستويات وعلى القدرات الخاصة بلاعبي النادي الأهلي، طلب طبعا تواجد عدد من اللاعبين وقال إن دول هيكونوا مهمين جدا بالنسبة له، وطلب برحيل البعض الآخر حتى لو على سبيل الإعارة تحسبا لاحتياجهم أو لاحتياج الجهاز الفني واللاعبين أو للاعبين خلال المرحلة المقبلة. بالتالي مستر لاسارتي حط خطه معينه خاصه بيه لتصحيح المسار بالنسبه للفريق الاول لكره القدم، ان شاء الله في تفاؤل كبير جدا بهذا الرجل، ان شاء الله الامور تمشي بالشكل الايجابي بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. الجمهوريه بتتكلم عن مباراه بيراميدز وبتتكلم عن ممكن التشكيل يكون ايه، اللاعبين اللي ممكن يكونوا بيغازلوا مستر مارتن لاسارتي، وقالوا ان محمد محمود و رمضان صبحي وعلي معلول والشناوي يغازلون لاسارتي في مباراه بيراميدز. النادي الاهلي على حد اللي بيقولوه يعني انه ممكن يلعب بنصف صفقات يناير، وحتى الان اربع لاعبين، يعني ممكن الاهلي يلعب باثنين بس منهم، لا احنا دلوقتي بنقول لكم ان النادي الاهلي ممكن يلعب بالاربعه، لان خلاص تم قيد الصفقات الجديده كلها، ده هيكون طبقا للرؤيه الفنيه للجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي. محمد محمود في الصوره، رمضان صبحي في الصوره، جيرالدو في الصوره، علي معلول طبعا كده كده الراجل ده يعني مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، محمود وحيد في الصوره، لكن الشناوي برضه في الصوره، لكن اعتقد اللي اقرب لحراسه المرمى النادي الاهلي اعتقد يعني انه هيكون اكرامي، لان اكرامي هو اللي رجله في الملعب خلال الفتره اللي فاتت والشناوي كان عنده اصابه، فلسه هنشوف ده طبعا طبقا للرؤيه الفنيه ايضا للجهاز الفني.
طيب روزا اليوسف اتكلمت ان في نيو لوك جديد بالنسبه للنادي الاهلي، ده حقيقي بصراحه. انت عندك عدد من الصفقات حتى الان 4 صفقات، من الوارد جدا ان يشارك بعضهم سواء اساسي او كبديل في مباراه الغد ان شاء الله امام بيراميدز. وكان بيقولوا ان الخط الامامي بالنسبه للنادي الاهلي هيكون من خلال ازارو ورمضان صبحي واحمد الشيخ، ان هم في حسابات طبعا مستر لوسارتي، وطبيعي جدا ان هم يكونوا في حساباته، وبالتحديد رمضان صبحي اللي اعتقد انه بنسبه كبيره هيكون متواجد في التشكيل الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. رمضان صبحي جاهز على فكره بدنيا وجاهز فنيا، ممكن الفتره الاخيره مع فريق هادرسفيلد الانجليزي ما كانش بيشارك بالصوره المطلوبه او بشكل كبير، لكن بدنيا الراجل في التمرين ماشي بشكل كويس جدا جدا جدا، وجاهز ليخوض اي مباراه ان شاء الله خلال المرحله المقبله. مجله الاهلي قالت ان الاهلي جاهز للقاء بيراميدز الجمعه وسموحه الثلاثاء، هما مباراتين ورا بعض يعني صعبين جدا. بيراميدز فريق قوي انت بتنافس معاه، يعني شئنا ام ابينا بيراميدز احد المنافسين على بطوله الدوري هذا الموسم، بجوار طبعا نادي الزمالك اللي ماشي بصوره جيده جدا حتى الان في بطوله الدوري، بيحتل قمه البطوله برصيد 38 نقطه، بالتالي منافسه قويه جدا جدا هذا الموسم. لكن انت بعد ما ان شاء الله ما تنتهي من مباراه بيراميدز بالشكل اللي انت عايزه من حيث النتيجه بالتحديد وده الاهم، هتكون عندك مباراه يوم الثلاث امام سموحه، مباراه قويه جدا، وقد تشهد مباراه سموحه قد تشهد تواجد حسين الشحات في قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه. تاني، مباراه سموحه قد تشهد تواجد حسين الشحات في قائمه المباراه ان شاء الله يوم الثلاث، الامور هتخلص باذن الله يعني. فبالتالي مباراتين صعبين جدا ورا بعض، حاول ياخد الست نقاط من المباراتين دول عشان تبقى يعني خدت خطوه محترمه محترمه جدا في بطوله الدوري. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. مجله الاهلي كمان اتكلمت ان الاهلي باقوى الصفقات يتحدى في اهم المباريات، وفعلا مباراه بيراميدز من ضمن اهم المباريات في بطوله الدوري، اهم المباريات دايما احنا عارفين المباريات الكبيره. مباراه بيراميدز فريق يعني حديث التكوين، عنده لعيبه كبيره جدا وشفنا مستوياته عاليه جدا خلال الموسم، وكمان اللي هيزود المباراه دي على فكره صعوبه تواجد كابتن حسام حسن المدير الفني القدير، طبعا مدرب كويس جدا كابتن حسام حسن على راس الجهاز الفني لفريق بيراميدز. طبعا عندهم صفقات كثيره وعندهم تدعيمات جيده، وبالتالي كمان هتبقى مباراه صعبه جدا. لكن الاهم النادي الاهلي لو حقق انتصاره هيبقى انتصار غالي جدا، لان هيبقى الانتصار رقم 1000 في تاريخ مشاركات النادي الاهلي في بطوله الدوري العام، رقم كبير جدا ان انت تحقق 1000 انتصار في بطوله الدوري منذ ان تمت يعني منذ ان تمت، فبالتالي هتبقى رقم كبير وعلى حساب كمان فريق يعني قوي جدا على فريق بيراميدز، فبالتالي هتكون يعني ليها طعم ومذاق جيد جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي من خلال هذه المباراه يوصل للانتصار رقم 1000. الاخبار المسائيه قال ان لاسارتي يشعل حماس لاعبي الاهلي، وده من خلال التدريبات. الراجل كان مركز جدا خلال الايام اللي فاتت، هو قاد 4 أو 5 تدريبات بالتحديد بالنسبه للنادي الاهلي. اللي واضح من خلال التدريبات الراجل اول امبارح بالتحديد عمل تقسيمه كبيره على الملعب كله عشان يشوف اللاعبين بشكل اكبر، يحاول يحط ايده بصوره اكبر نسبيا على القدرات الخاصه بلاعبي النادي الاهلي، وعنده خلفيه اوريدي على فكره من قبل كابتن محمد يوسف المدرب العام في الجهاز الفني. فبالتالي كان واضح على مستر لاسارتي الحماس الشديد جدا، وكمان كان واضح عليه اهميه التركيز على انهاء الهجمات في المرمى، يعني ما يبقاش يعني يبقى في تركيز حتى في التمرين ان انت الكره اللي بتشوطها على الجون تبقى تدخل الشبكه، فاهم قصدي؟ يعني كان شيء اكيد مهم جدا مستر لاسارتي، الحماس ده مطلوب جدا جدا من الجهاز الفني عشان يتم نقله للاعبين اللي هم متحمسين اصلا كده كده وعارفين مدى اهميه هذه المرحله الكبيره والصعبه بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ان شاء الله كل الامور تسير بالشكل المطلوب والشكل المرجو بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، عشان ان شاء الله نلاقي نتائج جيده، وكمان ان شاء الله مع الوقت هنلاقي اداء. ممكن ما يكونش الاداء يجي بالشكل السريع اللي الناس متوقعاه، اكيد هيحتاج وقت في ظل تواجد جهاز فني جديد وفي ظل تواجد لاعبين جدد. بالمناسبه كمان صالح جمعه موجود في القائمه تم قيده، انا قلت لحضراتكم خلاص ان كل اللاعبين تم قيدهم بشكل كبير جدا او بشكل رسمي، فبالتالي صالح جمعه ممكن يكون من اللاعبين على فكره المتواجدين في قائمه المباراه غدا، وهنشوف القائمه لما تخرج ان شاء الله خلال دقائق يعني او خلال نص ساعه بالتحديد من كون المران خلص، تخرج قائمه النادي الاهلي لمباراه بيراميدز. اي لاعب هيشارك ان شاء الله باذن الله اتمنى ان هو يكون موفق بشكل كبير عشان نقدر نحصد 3 نقاط جديده في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على بطوله الدوري العالمي. نروح نشوف اهم اخبار النادي الاهلي في المواقع.
اليوم السابع الكاف يحدد موعد مباراتي الأهلي أمام فيتا كلوب وشبيبة الثورة بدوري الأبطال. سوبر كورة، طاقم سيربي لإدارة مباراة بيراميدز والأهلي غدا. الوفد، مباراة الأهلي وبيراميدز بدون حكم خامس. الشروق، الكاف يعلن حكام أول مباراتين للأهلي في دوري أبطال أفريقيا. اليوم السابع، حسين الشحات لن ألعب في مصر لغير الأهلي والدوري في الملعب. الوفد، اتحاد الكرة يتسلم البطاقة الدولية لصالح جمعة. البوابة نيوز، اليوم الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لموقعة بيراميدز. الموقع الرسمي، لاسارتي يرفض الراحة عقب مواجهة بيراميدز. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، طبيب الأهلي يحدد مدة غياب باسم علي. بوابة الأخبار، تأهيل ثلاثي الأهلي استعدادا لعودته. الموقع الرسمي، الأهلي يقيم حفل عشاء لفريق كرة الماء بنادي بارتيزان السربي. فيتو، الأمريكي هولمز سعيد باللعب ضمن صفوف نادي عريق بعراقة الأهلي. أخبار كلها مهمة في الحقيقة، النهاردة يوم هام جدا وأخبار كتيرة مهمة بالنسبة للفريق قبل المباراة بتاعت بكرة إن شاء الله أمام فريق بيراميدز. الكاف كمان اتكلم على أو حدد خلاص المواعيد الخاصة بمباراتي الأهلي أمام فيتا كلوب، واللي هتكون إن شاء الله يوم 12 يناير في تمام الساعة 9 في ملعب برج العرب. بالنسبة أو لسه الملعب ما اتحددش بشكل رسمي حتى الآن، لكن بالنسبة كبيرة ممكن يكون في برج العرب. ومباراة الأهلي وفيتا كلوب خلاص يوم 12 يناير الساعة 9 مساء. كمان مباراة الأهلي وشبيبة الثورة هتكون هناك في الجزائر يوم 18 إن شاء الله من الشهر الجاري، وده خلاص تم تحديده بشكل رسمي من قبل الكاف في طبعا مستهل دور المجموعات ودور ال 16 من دوري أبطال أفريقيا. هذه البطولة اللي مستنيينها بشكل كبير قوي بالنسبة للنادي الأهلي، إن شاء الله يكون موفق نسبة كبيرة في انطلاقة قوية. أهم حاجة عشان نتعلم الدرس بتاع السنة اللي فاتت، إن إحنا أول مباراة تعادلنا وخسرنا مباراة تانية وضغطنا نفسنا بشكل صعب جدا، أو النادي ضغط نفسه بشكل صعب جدا. إن شاء الله يكون درس للاعبين إن هم يقدروا يحصدوا النقاط بشكل سريع مع بداية دور المجموعات، وده شيء مهم جدا. سوبر كورة قالت إن في طاقم صربي لإدارة مباراة بيراميدز والأهلي غدا، وده تم إعلانه خلاص بشكل رسمي من خلال طبعا الطاقم، هيكون دانييلو جورجيتش وميلوفان رزيتيتش وداليبور جروفيتش ونيناد جوكوفيتش. طب يعني اسماء كلها فيها الفيتش طبعا زي ما احنا عارفين في صربيا والدول المجاوره يعني ليها. بالتالي جورجيتش طبعا ده اللي يهمنا، جورجيتش هو الحكم الرئيسي لهذه المباراه. على فكره الراجل ده حكم مباراه ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا العام الماضي، واللي انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجه 3-1 ومباراه شهيره باصابه محمد صلاح. فبالتالي طاقم تحكيم جيد، يعني طاقم تحكيم قوي، واكيد هيكون شيء مهم ان يكون في تواجد حكام اجانب في مباراه صعبه زي دي، وان شاء الله نتمنى لهم ان هم يكونوا موفقين عشان المباراه تخرج بالشكل اللائق من الناحية الفنية إن شاء الله، والنتيجة بإذن الله إن شاء الله بعد توفيق المولى عز وجل تكون لصالح النادي الأهلي. الوفد كمان قالت إن مباراة الأهلي وبيراميدز بدون حكم خامس. أنا بصراحة مستغرب من الموضوع ده، يعني مش عارف، يعني صعب قوي إن أنت في مباراة تلعبها بأربع حكام ومباراة تلعبها بخمس حكام في نفس البطولة. طب يا جماعة ما نحط لائحة أو من قبل المسابقة نقول إن أي مباراة في بطولة الدوري تلعب أربع حكام، طب أي مباراة في بطولة الدوري تلعب خمسة، المهم حاجة نمشي عليها طول الموسم، ما يبقاش ماتش كده وماتش كده، لأن الكلام ده بيعمل جدل كبير جدا وإحنا في غنى عن الجدل ده. وشفنا كمان الحكم الخامس حتى لو بيبقى متواجد بيبقى فيه أخطاء فظيعة، لعل أهمها طبعا مباراة الأهلي والإنتاج والبلم بتاع وليد أزار، يعني ما اختلفش عليه اثنين. فبالتالي يعني الحكم الخامس في مصر هنا مش بيضيف كتير، معرفش ليه، لكن في اوروبا لما يكون متواجد اكيد بيبقى ليه دور كبير جدا في المباراه. لكن الاهم من كل ده ان احنا يتم الاستقرار على عدد حكام معين لاداره المباريات، ما يبقاش مباراه كده ومباراه كده. يعني نتمنى الامور تسير في الشكل الافضل بالنسبه للمنظومه الكرويه في مصر بشكل كامل.
اليوم السابع قالت ان حسين الشحات قال لن العب في مصر لغير الاهلي والدوري في الملعب. ودي التصريحات كلنا تابعناها لحسين الشحات، وواضح جدا مدى رغبته، وارد جدا ان الراجل يكون يعني في قائمه النادي الاهلي مباراه سموحه ان شاء الله يوم 18، عفوا يوم 8 طبعا، مباراه سموحه يوم 8، يوم 18 دي مباراه شبيبه الثوره في دوري ابطال افريقيا. لكن ان شاء الله نتمنى الامور تمشي بشكل جيد بالنسبه لحسين شحات ومفاوضات، وزي ما قلت لكم خلاص انا قلت لكم كل التفاصيل ان شاء الله تنتهي في صالح النادي الاهلي وينضم ويكون اضافه قويه للنادي الاهلي. كمان من ضمن الاخبار الموقع الرسمي قال ان مستر لاسيرتي هيرفض الراحه بعد مباراه بيراميدز، وخصوصا ان مفيش وقت خلاص، يعني انت هتلعب المباراه بكره، هيبقى عندك بعديها على طول باربع ايام مباراه سموحه، بالتالي مهم جدا ان انت تستمر في التدريبات. الراجل محتاج طبعا اكبر كم ممكن من التدريبات والوقت عشان يقدر يحدد يعني الشكل والاستراتيجيه اللي هيلعب بيها مع النادي الاهلي خلال الفتره الطويله ان شاء الله المقبله، واكيد نتمنى له كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي. طيب بوابه الاخبار كمان قالت ان في تاهيل لثلاثي الاهلي استعدادا لعودتهم. الثلاثي هم مين؟ سعد سمير ومحمد نجيب وايضا صلاح محسن. احنا عارفين ان هم عندهم بعض الاصابات المختلفه. اثنين منهم في الدفاع، واحنا عارفين ان احنا عندنا او النادي الاهلي عنده يعني اصابات في خط الدفاع، وعندهم او في نقص عددي بالنسبه للنادي الاهلي في هذا المركز بالتحديد، فبالتالي مهم جدا عوده سعد سمير، لاعب جيد ولاعب عنده خبرات كبيره، ومهم جدا ان هو يكون متواجد بجانب محمد نجيب في خط الدفاع. ومحمد نجيب طبعا لاعب لا يقل اهميه طبعا عن اي مدافع في مصر، راجل عنده خبرات عظيمه جدا مع النادي الاهلي، وتواجده اكيد هيكون مهم، بالاضافه لصلاح محسن اللي ان شاء الله نتمنى له الشفاء سريعا عشان يكون داعم قوي لخط هجوم النادي الاهلي. لكن خلاص يعني الامور ماشيه بالشكل الجيد. طيب دي كانت اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي على المواقع. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل كل فقرات حلقه كلام في الميديا ماركت. الكرة لأجل غير مسمى. الشروق، اتحاد الكرة يؤجل قمة الشباب بعد طلب الزمالك. الوفد، اتحاد الكرة يرفض قيد صفقات سموحة بسبب أزمة عبد الله بكري. في اليوم السابع، مهاجم أنطاليا سبور التركي ينضم لحرس الحدود لمدة 3 مواسم. الشروق، ليفربول يصطدم بمانشستر سيتي في أول قمة بالعام الجديد. أسطورة برشلونة يمنح ليفربول دفعة معنوية قبل موقعة المان سيتي. سكاي سبورت، بعد الإنجاز التاريخي مدرب اليونايتد يرفض دور الكومبارس. سبورت 360، ريال مدريد يريد حل مشكلة إسكو في أسرع وقت. طيب من أهم الأخبار وهي الخاصة بتأجيل اجتماع اتحاد الكرة لأجل غير مسمى، وده بسبب إن كان المفروض أصلا يبقى في اجتماع اتحاد الكرة يوم السبت القادم في مقر الاتحاد في الجزيرة، فبالتالي تم تأجيل هذا الاجتماع بسبب سفر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للسنغال عشان يحضر كونجرس الكاف، واللي هيتم فيه طبعا اختيار الدولة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 هذا العام يعني. وطبعا المنافسة احنا عارفينها ما بين مصر وجنوب أفريقيا إن شاء الله يعني تستقر في النهاية على مصر، وكمان لاختيار أفضل لاعب، واحنا عارفين الثلاثي المرشح والنهائي اللي هيتم الاختيار ما بينهم هم ساديو ماني وبيير إمريك أوباميانج، وكمان نجمنا المصري محمد صلاح، نتمنى له كل التوفيق في هذه الجائزه عشان يفوز بها الموسم الثاني على التوالي. الوفد كمان اتكلمت عن اتحاد الكره بيرفض قيد صفقات سموحه بسبب ازمه عبد الله بكري. عبد الله بكري ازمته ايه؟ الراجل ده كان بيلعب في نابارو،
وسموحه قدرت ان هي تتعاقد معاه من خلال طبعا من فريق نابارو، فبالتالي الراجل انتقل كمان من سموحه لبيراميدز، فمفروض فريق نابارو لي فلوس او نسبه ما من اعاده بيع اللاعب، حتى الان ما خدش النسبه دي، فبالتالي اتحاد الكره وقف قيد عبد الله او عفوا طبعا قيد صفقات سموحه بشكل كامل في شهر يناير حتى يتم سداد المقابل الخاص بفريق نابارو. طيب الشروق قالت ان في طبعا مباراه كبيره جدا ما بين ليفربول ومانشستر سيتي النهارده ان شاء الله الساعه 10 مساء، مباراه صعبه وقويه ومهمه جدا جدا لفريقين. ليفربول لو فاز هيبقى فرق 10 نقاط مع مانشستر سيتي، هيبقى فرق كبير بصراحه، لكن الدوري الانجليزي انت ما بتضمنش فيه حاجه، فلو كسبت ليفربول هذه المباراه هتبقى طبعا يعني خطوه كبيره جدا جدا نحو تحقيق بطوله الدوري بعد غياب اكثر من 28 سنه اعتقد. يعني ليفربول ما قدرتش ان هي تفوز بهذا اللقب اطلاقا، مهم جدا السنه دي بالنسبه لهم، هدفهم الاساسي على فكره هو الفوز بالدوري مش الشامبيونز ليج. الشامبيونز ليج طبعا هم نفسهم ان هم يوصلوا للنهائي زي السنه اللي فاتت، لكن الاهم بطوله الدوري انهم بقى لهم كتير جدا ما بحققهاش. الشامبيونز ليج حققوه في 2005 اخر مره في طبعا مباراه شهيره امام ميلان، انتهت 3-3 في الوقت الاصلي او بالوقت الاضافي، وبعدين ضربات الجزاء فازت ليفربول بعد ما كانوا متاخرين بثلاث اهداف، فبالتالي قمه النهارده هتكون قمه قويه جدا. مانشستر سيتي كمان عايز يقرب الفارق مع ليفربول المتصدر، مانشستر سيتي دلوقتي الثالث، توتنهام الثاني، فرق نقطه، في حاله طبعا فوز مانشستر سيتي هيقرب شويه لليفربول في المنافسه. طيب كمان سكاي سبورت اتكلمت بعد الانجاز التاريخي لسولشاير، طبعا سولشاير المدير الفني النرويجي لفريق مانشستر يونايتد بعد رحيل طبعا جوزيه مورينيو اللي كان عامل مستوى صعب جدا جدا مع مانشستر يونايتد، وكمان كان في مشاكل ما بينه وما بين بعض اللاعبين ولعل ابرزهم طبعا بول بوجبا اللي انفجر بعد رحيل جوزيه مورينيو واحرز العديد من الاهداف خلال اربع مباريات، احرز تقريبا ثلاث اهداف او اكثر كمان اربع اهداف خلال خمس مباريات بالتحديد. فبالتالي سولشير الراجل بيعمل ان هو يكمل مسيرته مع مانشستر يونايتد، ما يكونش مدرب مؤقت بس، الراجل بصراحه ماشي حتى الان بشكل جيد جدا، قدر ان هو يفوز باربع مباريات متتاليه، ودي ثاني مره تحصل في تاريخ مدرب في مانشستر يونايتد ان هو يفوز اربع مباريات متتاليه. جوزيه مورينيو وصل لثلاث مباريات متتاليه لكن ما وصلش للمباراه الرابعه، فبالتالي الراجل بيحقق انجاز كبير جدا، والخطه الهجوميه او الطريقه الهجوميه اللي بيلعب بيها فريق مانشستر يونايتد يعني حاجه كان الناس كلها مفتقداها، لان كل محبي ومتابعي فريق مانشستر يونايتد كانوا متعودين دايما ان الفريق ده بيلعب على البطولات بشكل كبير جدا، وطريقته كمان هجوميه وممتعه، وده اللي بيحصل دلوقتي في عهد سولشير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد. سبورت 360 اتكلمت عن ريال مدريد يريد حل مشكله اسكو في اسرع وقت. مشكله اسكو ايه؟ اسكو كان عنده مشكله مع سولاري المدير الفني الجديد بالنسبه لفريق ريال مدريد. الراجل كان بيقول ان الراجل ان اسكو ما بيديش او ما بيديش احترام للمدير الفني والجهاز الفني في غرف الملابس، وكان بيتعامل بقله احترام على حسب طبعا اللي قاله سولاري. بالتالي كان في عروض كتير جدا وانديه كتيره جدا من اوروبا اكيد مهتمه بلاعيب بحجم اسكو، فحاولوا ان هم يتعاقدوا مع هذا اللاعب. الموضوع لسه يعني محل نقاش، ريال مدريد اكيد بتسعى ان اسكو يكون متواجد لقيمته طبعا الفنيه في صفوف الفريق، وخصوصا بعد رحيل طبعا رونالدو، بالتالي اسكو احد اللاعبين المهمين جدا جدا في صفوف ريال مدريد. هنشوف في خلال الساعات والايام القليله او خلال الشهر بشكل كامل، ان الشهر لسه طويل يعني لغايه يوم 31 انتقالات موجوده، فممكن ان اسكو يجي له عروض، ممكن ريال مدريد توافق، ممكن ترفض، ممكن يتم حل المشكله ما بين اسكو وسولاري في ريال مدريد، وده اللي اكيد هنشوفه خلال الفتره اللي جايه، وهنشوف طبعا ريال مدريد المحتاج اكيد كمان تدعيمات خلال هذا الشهر. طيب نروح نشوف اهم اخبار السوشيال ميديا النهارده. نبتدي بالصفحه الرسميه لنادي ليفربول اللي نشرت على تويتر صوره قبل مباراه النهارده مع مانشستر سيتي في الدوري، وكتبت عام جديد ومباراه جديده في طريق الحفاظ على الصداره لننتصر. ونشر جيمس ميلنر لاعب الريدز صوره ليه بملعب الاتحاد على انستغرام، وكتب فريق القمه ملعب صعب ولكن لا خوف. كمان لوروي ساني طبعا لاعب مانشستر سيتي نشر صوره على تويتر وكتب مباراه حاسمه امام ليفربول تنتظرنا. كمان نشر نيكولاس اوتوميندي لاعب المان سيتي صوره على تويتر وكتب لا تتوقف ابدا، لا ترضى ابدا حتى يكون الجيد الافضل والافضل الممتاز.
ونشر ماركوس راشفورد لاعب مانشستر سيتي اللي بصراحه بيقدم مستويات رائعه جدا صوره على تويتر لاحتفاله بالهدف اللي احرزه في مباراه امبارح امام فريق نيوكاسل واللي انتهت بفوز الريد ديفلز ب 2-0 وكتب بدأنا كما نقصد ان نستمر لقد كان دعمكم لا يصدق. كمان نشر لينجارد لاعب المان يونايتد صوره على انستغرام من المباراه مع سولشاير المدير الفني للفريق وكتب 2019 بدأت بفوز. نشر ايدن هازارد نجم تشيلسي صوره على انستغرام من مباراه ساوثهامبتون في البريمير ليج واللي انتهت طبعا بالتعادل السلبي وكتب بدايه صعبه لعام 2019 ولكن لا يوجد وقت الانهيار لدينا مباراه قادمه في عطله نهايه الاسبوع بكاس الاتحاد الانجليزي ولدينا لقب ندافع عنه نراكم السبت. اما فابريجاس فنشر صوره من المباراه على تويتر وكتب 500 مباراه في كره القدم الانجليزيه افضل كره قدم والاكثر تنافسيه في العالم يا لها من رحله الحلم يتحقق بالوصول الى هذه الارقام لحظه فخر اخرى في مسيرتي اراكم جميعا في ستانفورد بريدج يوم السبت. ونشر تيبو كورتوا الحارس مرمى ريال مدريد صوره على انستغرام من تدريب الفريق قبل مواجهه فيا ريال النهارده الساعه 10:30 بالليجا وكتب الدوري عاد من جديد الى اول ثلاث نقاط في 2019. كمان نشر ارتورو فيدال لاعب برشلونه صوره على تويتر وعلق عليها جاهزون لنبدا عام 2019 بكل شيء سعيد. ونشر دييغو جودين لاعب اتلتيكو مدريد صوره على تويتر من احد تدريبات الفريق وكتب بدانا السنه بفوز. شكرا لكل من اتى الى المران ليعطينا القوه والطاقه لمواجهه القادم. ونشر البرازيلي طبعا نجم كبير نيمار لاعب باريس سان جيرمان صوره على تويتر وكتب كان عام 2018 عاما صعبا تعلمت فيه الكثير وحتى ذلك الحين ابتسمت لاشكر الله على كل شيء. واخيرا نشر فالكاو لاعب موناكو صوره على انستغرام لمنظر الغروب اثناء احد تدريبات الفريق وعلق الغروب في موناكو. بالمناسبه فالكاو احتمال ينتقل من صفوف موناكو لاحدى الفرق الاوروبيه. طيب دي كانت اخبار او اهم الاخبار على السوشيال ميديا. طبعا هنروح لفاصل سريع ونرجع نستضيف طبعا ضيفنا العزيز الناقد الرياضي استاذ حسام زايد الحديث عن ملفات كثيره جدا جدا في الكره المصريه وبتحديد النادي الاهلي بعد فاصل. مرينا معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات في الاستوديو استاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق. استاذ حسام منورنا ومشرفنا. اهلا بيك امير سعيد ان انا معاك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. مبارك كله تمام الحمد لله. خلينا سريعا نقول قائمه النادي الاهلي لمباراه الغد امام فريق بيراميدز. القائمه لسه خارجه حالا في هذه اللحظات. هقول لكم الاسماء اللي تم اختيارها كل من طبعا شريف اكرامي ومحمد الشناوي هشام محمد ايمن اشرف اسلام محارب وليد سليمان رمضان صبحي الصفقه الجديده بالنسبه للنادي الاهلي محمد هاني مروان محسن سليف كولوبالي عمرو السليه احمد الشيخ علي معلول وليد ازارو اكرم توفيق اللي كان في كلام ان هو قرب يروح الاتحاد لكن الراجل اختاره في القائمه. كمان متواجد كل من ناصر ماهر وكريم نيدفيد والصفقتين او الثلاثه الجداد كمان بجوار رمضان صبحي كل من محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو. خلاص كل الصفقات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي متواجده في قائمه الفريق بالنسبه لمباراه الغد طبقا لاختيارات مستر لاسارتي في اولى مبارياته مع النادي الاهلي ان شاء الله من خلال مواجهه بيراميدز. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي واللي هيشاركوا في المباراه ان شاء الله يكونوا موفقين بشكل كبير جدا عشان يقدروا يفوزوا بثلاث نقاط مهمه. صالح جمعه مش موجود في القائمه ممكن لسه محتاج وقت يتم تجهيزه بدنيا بشكل اكبر لكن انا عايز اطمن كل جمهور النادي الاهلي صالح جمعه ماشي بشكل اكثر من رائع في التدريبات وكمان وزنه أقل بشكل كبير جدا وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي في الوقت اللي هيلاقي الجهاز الفني ان صالح جمعه مهيئ بدنيا بنسبه 100% ان هو يشارك في المباريات اكيد هيتم اختياره طبقا طبعا لرؤيه الجهاز الفني واكيد صالح لاعب مهم. خليني اعيد عليكم القائمه مره اخرى. شريف اكرامي محمد الشناوي هشام محمد ايمن اشرف اسلام محارب وليد سليمان ورمضان صبحي محمد دهاني مروان محسن وسليف كولوبالي عمرو السليه احمد الشيخ علي معلول وليد ازارو اكرم توفيق وناصر ماهر كريم نيدفيد محمد محمود محمود وحيد وجيرالد. دي قائمه النادي الاهلي لمباراه الغد المصريه امام فريق بيراميدز. نبتدي بالقائمه. تمام طبعا يعني اهم حاجه في القائمه الصفقات الجديده اللي دخلت يعني سواء محمود وحيد او محمد محمود او
جيرالدو او عوده رمضان صبحي طبعا. في اعتقادي انه لاسارتي يعني ما عندهوش وقت كتير ان هو لسه يجرب ولسه يتعرف على اللعيبه والكلام ده، لانه الاهلي الظروف اللي هو فيها سواء في بطوله الدوري او حتى رغبته ان هو يكمل بشكل قوي في دوري ابطال افريقيا أكيد. الوقت ضيق جدا بالنسبه للاسارتي المدير الفني الجديد. حظه ان هو بيبدا مباراه قويه مع بيراميدز، والمباراة دي في وجهة نظري يعني فيها ظروف مختلفة سواء للمنافسة، استمرار المنافسة على الدوري، أو حتى الظروف اللي تعرض لها الأهلي ورغبته أنه هو بسرعة يرجع مرة تانية. الجمهور مترقب بعد فترة الانتقالات أو بدايتها، لأنه لسه في أعتقد صفقات تانية هيعملها النادي الأهلي. ففي وجهة نظري أنه أبرز ما في القائمة بكرة هو دخول الصفقات الجديده من البدايه، واتوقع ان هي سريعا هيكون ليها دور. طبعا البعض سريعا هيكون ليها دور، ممكن بالظبط انا لسه التشكيل الاساسي بالظبط، يمكن البعض ممكن يسال انه لسه الراجل المدير الفني جديد ولسه هيشوف، لكن في اعتقادي ان وجود الكابتن محمد يوسف اللي هيرجع لمنصب المدرب العام دلوقتي اكيد هيكون ليه دور، لانه الفتره أكيد. اللي فاتت او على الاقل المباريات اللي هتبدا هيكون هو مدي تقريره للمدير الفني، لانه زي ما قلت لك يعني امير مفيش وقت خلاص بالزبط. لازم تبدا تدخل الصفقات الجديده، لازم تبدا تشوف الناس الجديده، فاتوقع انه ممكن يكون ليهم دور من البدايه، الا ممكن رمضان صبحي ينتظر شويه، لانه يعني كان بقاله فتره مش بيشارك في الدوري الانجليزي، فممكن حسب الجاهزيه الفنيه ورؤيه الجهاز الفني، لكن اتوقع انه هيكون ممكن يكون ليه دور كبديل بكره في مباراه الغد امام بيراميدز. مين من الصفقات دي ممكن يبتدي اساسي من وجهه نظرك او توقعك؟ في توقعي ممكن يبدا بمحمد محمود، وممكن كمان يبدا بمحمود وحيد. حتى لو علي معلول جاهز، ممكن يبدا ممكن يستفيد بيه كوينج سواء علي معلول او محمود وحيد، الاثنين عندهم قدرات جيده جدا في المركز الباك ليفت. تمام بالظبط، او الوينج بالتحديد يعني. تمام. طيب اكيد المباراه بكره صعبه جدا، مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، مهم جدا ان هو يفوز بثلاث نقاط عشان يقرب شويه في المنافسه. رؤيتك للمباراه بشكل عام وحجم المنافسه طبعا ما بين الفرقتين والترقب الجماهيري لهذه المباراه؟ طبعا يعني خلينا نقول للساده المشاهدين، طبعا بيراميدز في المركز الثاني 30 نقطه من 15 مباراه، النادي الاهلي من 12 مباراة في المركز السادس عنده 24 نقطة، طبعا يعني مباراة مهمة للفريقين. النادي الأهلي عايز يعني التعادل اللي حصل في المباراة الماضية، عايز يعوض ده بسرعة، عايز ان هو يرجع يستفيق بداية فترة انتقالات. كل جمهور النادي الأهلي بيعول كتير جدا على فترة الانتقالات، انه خلاص في صفقات جديدة وفي امور جديدة هتتم، وان كان طبعا حتى يعني عودة المصابين دي هيكون لها مفعول اكتر كمان مع الصفقات، لكن بتتكلم على اللحظة الحالية على هذا التوقيت، ما يعني ما حدش هيلتمسك العذر من النهاية. الجمهور منتظر ان انت في مباراة الغد تكسب بيراميدز، هتقرب هتكون في المركز الثالث مباشرة بعد بيراميدز. بيراميدز لسه هيبقى ليك ماتشين كمان يعني مؤجلين بالظبط، كمان مع الزمالك ومع الاسماعيلي. فبالتالي الناحية الثانية كمان بيراميدز منافس قوي، منافس عنده عناصر متكاملة طبعًا. عنده جهاز فني، كابتن حسام حسن عنده حماس مع اللعيبة، فبالتالي انا اتوقعها حتى على المستوى الفني مباراه ممتعه. يعني لهواة المتعه الكرويه بالزبط. بكره هنتفرج ان شاء الله على مباراه ممتعه كرويا، فيها عدد من العناصر سواء خارج الملعب او سواء داخل الملعب ممكن نستمتع بيها، لكن هل ممكن يكون في متعه حقيقيه وسط الضغوط اللي احنا بنتكلم عنها، وسط انه كل فريق من الفرقتين عايز يكسب. النادي الاهلي زي ما قلنا بالرغبه بتاعته ان هو عايز يكمل، عايز يواصل مشواره نحو الصداره. بيراميدز الناحيه الثانيه برضو مش عايز يتعثر مره ثانيه وعايز يكمل مطاردته للزمالك بالزبط. فالفريقين عندهم نفس الرغبه، لكن في اعتقادي انه اللي يزيد على الاهلي هو الضغط الجماهيري، يعني الاهلي فريق جماهيري عنده طبعًا. جمهور منتظر منه مترقب، لكن بيراميدز بيفتقد النقطه دي. لكن بس ممكن يكون بيراميدز عنده نوع اخر من انواع الضغط، وهي خاصه بالمصاريف الكتيره اللي اتعملت في الفريق، التدعيمات الكبيره، في صفقات اكيد هتشارك برضو جدد من عنده قدر ان هو يتعاقد معاهم. تمام. جهاز فني كابتن حسام بدري، الناس بتحاول توفر عفوا طبعا كابتن حسام حسن، الناس بتحاول توفر كل الامكانيات عشان الفريق ينافس على اللقب بشكل قوي، ممكن صحيح. دي ايضا تعمل ضغوط على فريق بيراميدز. اكيد هو يعني عنده
وعمل اربع صفقات رسميه لغايه دلوقتي، حامد حمدان الفلسطيني وايريك تراوي وعمر مرعي، وفي مهاجم من الاكوادور بالظبط، مهاجم قوي قوي. بالظبط، يمكن عمر مرعي هيكون خارج القايمه بكره، لكن بسبب التجنيد. بسبب التجنيد بالفعل. لكن الصفقات الجديده يعني ما اقدرش احكم عليها غير لما نشوفها كمان، لانه يعني لاعبين اجانب ما كانوش في الدوري المصري، عكس يمكن الاهلي احنا يعني محمود وحيد او محمد محمود او رمضان صبحي دول عارفينهم. لكن ايريك تراوري طبعا شايفه صفقه مهمه جدا، صفقه قويه يعني، كان يعني مثلث الرعب كان في المقصه مع باولين فوفي مع جونان توي. فبالتالي الصفقات الجديده اكيد هيكون ليها دور بكره في بيراميدز. عنده ضغوط طبعا زي ما قلت يا امير، جهاز فني يعني حماسي جداً باكبر ما يمكن، وده ممكن يكون يعني بيعمل ضغط على اللعيبه ان هو لازم يكسب، عايز يكسب. كمان المصاريف اللي مصروفه على الفرقه زي ما قلت لك من ضمن يعني الفريق متكامل، ما عندوش اي امور ناقصه من حراسه المرمى لخط الهجوم، عنده اغلى لعيب في الدوري المصري كينو. فبالتالي انت بتتكلم على عناصر متكامله، كل ده ممكن يعوض الى حد ما، لكن مش بشكل كامل موضوع الجماهير ما بين النادي الاهلي وما بين بيراميدز. بمناسبه كينو وبيراميدز، سريعا نتكلم على بيراميدز كده وخصوص كينو بالتحديد، هل شايف ان كينو مستواه ابتدى يتراجع في ظل تواجد كابتن حسام حسن؟ يعني ما شفناش التالق اللي كان بيتالقه كينو مع الاجهزه الفنيه السابقه لفريق بيراميدز، ده ممكن يكون سبب وطريقه اللعب الخاصه بكابتن حسام حسن من وجهه نظرك ومن خلال متابعتك؟ لا دي حقيقه، هي يمكن معلومه كمان مش وجهه نظر، انه كينو ما قبل حسام حسن كان هو بالزبط النجم الوحيد للفريق، كله بيلعب لكينو، يعني عارف زي منتخب مصر باسل صلاح، هو كله بيلعب لكينو. وهو للامانه مهاري يعني جدا، الناس بتحب ان الكره تروح له، لكن وجهه النظر الفنيه للكابتن حسام حسن ان انا ما اقدرش ابني الفريق كله على لاعب، يعني بالزبط اللاعب ده لو اصيب او لو حصل اي مشكله، او حتى لو مشي اعير او تم او اتمسك حتى كويس بالظبط، او حد لعب عليه فنيا، فانت كده الفريق هيتشل. لا، كابتن حسام حسن طريقته الفنيه انه الفريق جماعي، فده يمكن شويه في تاثير فني او في تاثير في الناحيه النفسيه مع كينو. في واجبات دفاعيه لكينو، كينو مش بينفذها، مش بيرجع يعمل الواجب الدفاعي، عايز يكون في الهجوم فقط. فبالتالي دي في امور الى حد ما بين الجهاز الفني وما بين كينو في هذه النقطه، لكن ده يمكن اللي خلى كينو شويه تاثر نفسيا. لكن في النهايه الجهاز الفني من مصلحته ان الفريق طالما بيكسب محدش هيتكلم في اي حاجه اذا كان كينو بيسجل او لا. طيب من وجهه نظرك، هل شايف النادي الاهلي تخطى المرحله الصعبه بتاعه شهر 12؟ كان في طبعا ضغوط كبيره جدا في المباريات، كل 3 4 ايام ماتش بالنسبه للنادي الاهلي، مباريات مؤجله كتير، حجم او عدد كبير جدا من الاصابات في صفوف الفريق. هل المرحله دي انتهت خلاص بدايه من شهر يناير بتدعيمات جديده بعوده بعض المصابين من وجهه نظرك، ولا لسه المرحله شويه صعبه على النادي الاهلي في الفتره دي؟ لا، انا في اعتقادي ان لسه الفتره الصعبه موجوده، الضغوط هتفضل مستمره على الاقل يعني لغايه لما تكسب مباراتين 3 في الدوري، تبدا تستعيد عافيتك مره تانية في دوري ابطال افريقيا لما يبدا الدور المجموعات، عنده الاهلي فيتا كلاب يوم 12. فبالتالي لا، الاهلي لسه الفريق تحديدا، ممكن الاداره تكون بتدعم بصفقات او بالمطالب الفنيه اللي عايزها الجهاز الفني، لكن في النهايه الفريق هيفضل تحت ضغط لغايه لما يبدا يستعيد قوته من جديد في مباريات الدوري. وعنده التحدي الاول في وجهه نظري مباراه بيراميدز بكره، أكيد مهمه للغايه. في اعتقادي انه المكسب الاهلي بكره هيساعد كتير انه الفريق يكمل، غير كده هتبقى الامور دخلت في منعطف تاني. اتوقع انه اللاعبين بكره تحديدا يعني في حسابات كتير لمباراه بكره بالنسبه للاعبي الاهلي. مستر لاسارتي، اول مباراه ليه، مباراه صعبه جدا امام بيراميدز، شايف هذه المباراه في ظل اول لقاء لهذا الرجل مع النادي الاهلي ازاي؟ وهل انت مع ان الراجل يكون متحفظ شويه بما انه لسه جديد على راس الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي، وخصوصا انه هيلاعب فريق قوي جدا زي بيراميدز؟ يعني نقول كابتن حسام حسن بقى له ايه 5 اسابيع مثلا مع فريق بيراميدز، فبالتالي في استقرار نوعا ما في الجهاز الفني، ممكن يكون الاستراتيجيه الخاصه بمستر لاسارتي بكره ايه من وجهه نظرك؟ لا، وحسام حسن كمان يعني في الدوري المصري موجود يعني من سنين وسنين مع المصري، فعارف الصوره بشكل بالزبط عام، عارف النادي الاهلي، عارف امكانيات لاعبيه، الكلام ده كله. لكن مستر لاسارتي اعتقد هيكون اعتماده اكتر في مباراه الغد تحديدا على الرؤيه اللي شافها في المباريات اللي كان بيتفرج عليها من المدرجات، على الفيديوهات اللي شافها للفريق خلال الفتره الماضيه، على وجهه نظر الكابتن محمد يوسف باعتباره كان مسؤول عن الفريق في الفتره الماضيه. فاعتقد انه قد يكون متحفظ، لكن هو عارف تماما ان هو بكره
يعني الاختيار الاول والثاني والعاشر بالنسبه له هو يكسب بالظبط. فبالتالي هو عارف ان بكره ما فيش اي اختيارات ثانيه. اذا مع اعتماده على العناصر اللي قلناها، رؤيته ومشاهداته ومتابعاته والتقارير المقدمه ليه، يعني هيكون متحفظ الى حد ما، لكن بالنسبه له الاهم ان هو يندفع لتحقيق الفوز، لكن ليس على حساب طبعا الناحيه الدفاعيه. هو في الحقيقه كلامه كمان مع اللاعبين قبل هذه المباراه خلال النهارده او امبارح او التدريبات الاخيره، وكان مركز بشكل كبير جدا على اهميه الفوز في هذه المباراه بالتحديد. طبعا اي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي مفيش بديل عن الفوز، لكن الراجل ركز وده شيء مهم ومبشر جدا ان هو مفيش بديل عن الفوز في مباراه بيراميدز بالتحديد. لازم ان شاء الله الاهلي يكسب. صحيح. وده اللي اكيد بنتمناه عشان النادي الاهلي ياخد خطوه كويسه في المنافسه على بطوله الدوري. طيب خلينا نتكلم عن بعض او على بعض العناصر اللي ممكن تلفت النظر بكره بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن تتالق خلال مباراه زي دي من وجهه نظرك. طبعا يعني كل الانظار بكره هتكون معلقه على العناصر الجديده. كله منتظر العناصر الجديده هتؤدي ازاي، شكلها هيكون ازاي. اعتقد كمان انه ناصر ماهر من العناصر المهمه طبعاً في الفريق، واللي بدا يظهر وبدا ياخد دور في الفتره الماضية إلى حد ما. مروان بدأ إن هو كمان لما بيسجل خلاص بدأ نفسيا الثقة تبقى موجودة، الجمهور يبقى عنده ثقة في مروان من جديد. كمان أزارو من العناصر المهمة اللي الناس كلها منتظرة تشوف أزارو عنده، يعني بيغيب عنه التوفيق في المباريات الأخيرة، ويعني في سوء حظ غريب مع أزارو، لكن اعتقد ان هو من العناصر اللي ممكن بكره يبقى لاعب مهم جدا طبعا. عنده السرعه، عنده حتى الفرق بتعمل له حساب، بيروح معاه اكتر من لاعب. مين اقرب ممكن يفضي مساحه؟ فطبعا الاقرب بكره مروان ولا ازارو يبتدي؟ لا اعتقد ان ازارو هو الاكثر جاهزيه، او يعني ممكن يكون مفضل بالنسبه للجهاز الفني، لانه عنده اكتر من ميزه. يعني عنده سرعه، عنده مهاره، عنده ممكن يفضي مساحه للقادمين من الخلف. اعتقد انه يعني أزاره إلى حد ما ممكن مروان يكون بديل، أو إلا لو فاجئنا ودفع بجيرالدو في أول ظهور ليه. يعني طيب بالنسبة لجيرالدو أول ظهور ليه، وممكن وارد أن الرجل يبتدي في المباراة بشكل أساسي، هل شايف أن مهم النادي الأهلي يحاول، أو الجهاز الفني طبعا بقيادة مستر لاسارتي، أن هو يحاول يشرك أكبر كم ممكن من الصفقات الجديدة بتحديد الأربع صفقات مع بداية المباراة، وخصوصا أن احنا الأمور دي ممكن بنشوفها في أوروبا. يعني بنسبة ما ممكن لاعب أو اثنين لسه جايين بيشاركوا على طول في المباريات. ممكن نلاقي الموقف ده موجود بكرة خلال المباراة بيراميدز، وخصوصا كمان ان احنا زمان كان لازم اللعيب بياخد فتره كبيره عشان ينسجم، ممكن تصل صحيح لسنه في بعض الاجهزه الفنيه. لكن انت رايك ايه؟ لا انا رايي زي ما قلت لك ان هو مضغوط بمطالبه تحقيق نتائج، فبالتالي لا استبعد ان هو ممكن يدفع بثلاثه مثلا. وارد. ممكن نلاقي جيرالدو بيبدا، وممكن يبدا مع ازار وتبقى دي مفاجاه وطريقه لعب هو بيبدا بيها جديد. ممكن محمد محمود، ممكن يعني محمود وحيد، فممكن يدفع بالصفقات دي مره واحده، لكن زي ما قلنا بحذر، لانه في النهايه زي ما هو عايز يكسب، يعني اي نتيجه غير المكسب هتبقى محسوبه بالنسبه له، وهتبقى يعني الى حد ما هيبدا ان هو عايز يبدا من جديد. فبالتالي مباراه الغد نقطه تحول في مسيره الفريق في الدوري في وجهه نظري، ومطلوب الاهلي اذا كان عايز يكمل على المنافسه على الدوري ان هو بكره لازم يكسب. ففي وجهه نظري مباراه صعبه وممتعه، كلنا منتظرينها بالظبط. طبعا كل جمهور كره عربيه كمان بشكل عام كله عايز يتابع هذه المباراه. طيب ان شاء الله نتمنى المباراه تخرج بالشكل اللائق والشكل المطلوب. بمناسبه الصفقات، هل النادي الاهلي بصدد الاعلان عن بعض الصفقات؟ من خلال معلوماتك انت اكيد عندك مصادرك، ممكن تقول لنا من خلال رؤيتك ممكن النادي الاهلي يعلن عن صفقات اخرى مين بخلاف حسين الشحات خلال الوقت القريب ان شاء الله؟ موضوع حسين الشحات بالمناسبه كمان عايزين يعني نوضح الرؤيه، لانه الكلام كتير في خلال الساعات الماضيه، والامور يعني اجتهادات كتير وكلام من هنا وكلام من هنا. خلينا نؤكد انه في مفاوضات رسميه ما بين طبعًا اداره النادي الاهلي واداره طبعًا نادي العين الاماراتي. حسين الشحات عنده رغبه في اللعب للنادي الاهلي، ده كلام اكيد. لكن عايزين ناكد انه في اتفاق اكيد ما بين الادارتين انه لا يتم اعلان اي شيء الا بعد الانتهاء بشكل رسمي من التفاوض في هذا الموضوع، وده الطبيعي. الاهلي بعت عرض للعين الاماراتي والنادي رد على النادي الاهلي. المفاوضات ما زالت مستمره ما بين الطرفين. حسين الشحات قدم تنازلات علشان يلعب للنادي الاهلي ويوقع للنادي الاهلي، لكن ما أثير حول المبلغ المالي، الكلام ده غير صحيح تماما. الناس قالت لك 150 مليون مليون جنيه او 5 مليون دولار، هذا الكلام غير صحيح تماما، الرقم ده غير حقيقي.
الاهلي بيتبع نفس النهج اللي عمله في موضوع المدير الفني لاسارتي، وليس كل ما يعرف يقال يعني. بالظبط بالظبط. يعني خلينا اقول لك انه يعني موضوع لاسارتي كل، او خلينا نقول اغلب وسائل الاعلام اتكلمت في اسماء وفي مدربين، وده جاي بكره ده جاي بعد بكره، لكن في النهايه فوجئنا باسم مختلف تماما. اعتقد الاهلي مصمم ومتمسك انه المفاوضات تكون سريه للغايه بدون الاعلان عن اي ارقام او عن اي حاجه غير لما يتم التوقيع بشكل رسمي. في توقعي من اللي بيحصل انه الصفقه في طريقها للاتمام خلال ساعات، ممكن خلال ساعات نسمع عن الاعلان الرسمي من سواء من النادي الاهلي او من العين الاماراتي ان شاء الله. يعني شوف، دايما احنا في مصر بنربط ما بين المفاوضات ونقول ان اللاعب وقع واللاعب كذا، الموضوع مختلف تماما لانه بالزبط. في احترافيه بتتم. نادي العين الاماراتي نادي بيعمل باحترافيه، حسين الشحات مستحيل يعمل حاجه من غير موافقه ناديه، والاهلي مش هيحصل على توقيع اللاعب غير بموافقه ناديه. فبالتالي خلينا ننتظر خلال الساعات القادمه لعل الاهلي يعلن رسميا عن الصفقه. بالظبط، واكيد الاعلان الرسمي هيكون من الطرفين اكيد بعد توصل اتفاق وصيغه نهائيه للعقد الخاص بحسين الشحات مع النادي الاهلي. ان شاء الله الصفقه تتم قريبا، اعتقد صعب ان هي تخلص النهارده، وارد بس صعب النهارده، لكن خلال اليومين الجايين ان شاء الله الصفقه ممكن تخلص بشكل رسمي. انت تعرف مهندس عادل كيعي فين ولا ما تعرفش؟ الناس كتير بتسأل. المهندس عادل القيعي غالبا في مصر. في مصر. هو هيحضر يا جماعه الحلقه النهارده ولا ايه؟ حد يقول لنا بس. هيبقى موجود ولا نخليها سسبنس حلقه ملك وكتاب النهارده؟ طيب، يعني هو الراجل بصراحه بيقوم بشغله بشكل جيد جدا مهندس عادل القيعي، واحنا شفنا على مدار سنوات كتيره مع النادي الاهلي كان بيأدي شغله بشكل جيد. هل اخر صفقات النادي الاهلي ممكن تبقى حسين شحات ولا في تدعيمات اخرى؟ احتمال كبير يكون في صفقه في مركز الدفاع. الدفاع. قلب الدفاع تحديدا. والاهلي محتاج في الحته دي. الاهلي محتاج لانه عنده اصابات كتير، سعد سمير مصاب، محمد نجيب مصاب. خلينا نكون صراحه، كوليبالي مشواره مع الاهلي مش هيطول. لا خلاص، هو موضوع وقت اعتقد. اذا يعني. فالاهلي في حاجه ملحه وسريعه للتعاقد مع مدافع، واعتقد ده هيكون من ضمن الصفقات اللي هتتم خلال فتره الانتقالات الشتويه في يناير الحالي. وارد ان هو يكون مدافع مصري محترف في الخارج ولا هيكون من الدوري المصري؟ بس هو صعب يبقى اجنبي خلاص. لا ما اعتقدش، ما اعتقدش يعني لو في تلميح على مثلا احمد حجازي او كده اعتقد الموضوع صعب دلوقتي. انا في رايي انه حجازي ماشي كويس بره وممكن ان هو يكمل، بس هو الناس بتتكلم على ان حجازي اخر ماتشين مع ويست بروميتش خرج من القايمه نهائيا. مفيش اصابه ولا في اي حاجه، يعني حجازي من ساعه ما راح انجلترا كان بيلعب بشكل اساسي ما بيخرجش لكن اخر ماتشين بس. دي برده ممكن ما تبقاش مكانه. يعني. بالظبط، لكن مش زي حاله رمضان صبحي، انه رمضان كان بيخرج لفترات كتير والناس بتبص على رمضان انه يعني الاهلي محتاج رمضان ورمضان محتاج الاهلي في الوقت ده. فلكن انا في وجهه نظري احمد حجازي صعب ان هو يرجع مصر في في الوقت الحالي. ممكن يكون مدافع مصري، لكن هل يوصل الاهلي لاتفاق سريع؟ خاصه يعني في معلوماتي انه الاهلي لن يبخل ماليا على اي صفقه ممكن تحصل في الوقت الحالي. بالظبط. فخلينا ننتظر ونشوف مين هو المدافع الاهلي عن النادي ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق في الدعم بالنسبه للنادي الاهلي في المرحله الهامه المقبله لمختلف البطولات اللي بيشارك فيها الفريق. عشان نقفل ملف مباراه الاهلي وبيراميدز، توقعاتك للمباراه بكره ايه؟ مباراه صعبه للغايه، يعني مش قادر اتوقع النتيجه صراحه، لكن مباراه صعبه للغايه. الفريقين عندهم حافز المعطيات ودافع. ممكن تكون اقرب لفريق بيراميدز خصوصا ان هو مستقر اكتر. لا ما اقدرش اقول ده، خاصه انه يعني بيراميدز في المباراه الاخيره اتعادل وبيفاجئنا يعني اي نعم في استقرار فني. الكابتن حسام حسن عامل مباريات مميزه مع الفريق وعامل شكل جماعي للفريق، لكن انت بتتكلم على مباراه مع النادي الاهلي، يعني مباراه بحجم بحمل اللقب بتكون صعبه على اي فريق سواء بيراميدز او غير بيراميدز. لكن المعطيات بتقول ان احنا هنشوف مباراه صعبه للغايه، صعب جدا ان انا اتوقع مين اللي ممكن يكسب في نتيجه بكره. الفريقين عندهم نفس الدوافع ولا استبعد ان المباراه ممكن تخرج في النهايه بالتعادل، لكن انا بقول لك انه الفريقين عندهم نفس الدوافع للفوز. الاهلي عايز يكمل مطارده للصداره وبيراميدز نفس الامر. بالظبط. فمش قادر اقول لك مين اللي ممكن يكون. هي مباراه صعب ان انت تتكهن فيها بالنتيجه. بالزبط. وده اكيد شيء طبيعي. فرقتين كبار طبعا، فرقه بيراميدز عندهم قائمه كبيره جدا من اللاعبين الجيدين، وكمان النادي الاهلي بشكل طبيعي كمان. بالمره قبل ما نقفل انه بكره في طاقم تحكيم اجنبي هيدير المباراه، طاقم تحكيم صربي واتحاد جورجيتش. بالظبط. اتحاد الكره كمان طلع بيان تاني بعد اعلان طاقم الحكام، لانه كان في كلام كتير على الحكم وانه في الدوري
الدوري السعودي والكلام ده. اتحاد الكرة أكد أن المباراة بكرة مراقبة من جانب الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي. مراقبة بالضبط، ده في بيان رسمي طلع منذ لحظات أنه المباراة مراقبة من الاتحادين الدولي والأوروبي لطاقم المباراة ده تحديدا، لأنه ده يعني المراقبة دي بتتم على فترات. طيب الحكام، خلينا نقرأ البيان بالنسبة للمشاهدين دلوقتي. لجنة الحكام قالت المباراة بيراميدز والأهلي مراقبة دوليا. أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم رئيسة الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة حتى الآن وعضو مجلس الإدارة أن الطاقم الصربي الذي سيدير مباراة بيراميدز مع الأهلي غدا يعد من أكفأ الحكام على مستوى أوروبا، حيث شارك رباعي الطاقم في إدارة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ما بين طبعا ليفربول وريال مدريد العام الماضي. أضافت كمان لجنة الحكام في بيان لها أنها لم تتردد في إسناد المهمة لهذا الطاقم، حيث كان الاتحاد الصربي من بين الاتحادات الأوروبية الثمانية اللي خطيبهم الاتحاد المصري في هذا الشأن، واعتذر العديد منها طبعا نظرا لتزامن هذه الفترة مع الأعياد. كما أشارت اللجنة إلى أن مستوى الطاقم التحكيمي الصربي سيجعل مباراة الغد محل متابعة من الاتحادين الأوروبي والدولي، طبعا زي ما قال طبعا الأستاذ حسام زايد، في إطار المتابعة الدقيقة التي يقوم بها الاتحادان للحكام الدوليين لدى إدارتهم للمباريات. واختتمت اللجنة ببيانها بالتأكيد على مبدأ الحيادية الذي تنهجه في التعامل مع جميع الأندية المصرية. شايف إن في حيادية بالنسبة للجنة الحكام في التعامل مع جميع الأندية زي ما هم بيختموا البيان كده؟ شوف هقول لك، مفيش تربص، يعني خلينا أكون صريح، يعني أنا يعني متابع جيد لملف التحكيم تحديدا، مفيش اي تربص عند لجنة الحكام باي فريق، مفيش اي نية عند اي حكم ان هو يخطئ، اكيد في اخطاء متفقين على ده. المشكلة انه الاخطاء زادت تمام، يعني ده مستوى والاخطاء بقت مؤثرة. طالما مفيش تربص يبقى هو ده المستوى الحقيقي للحكام. هو ده المستوى الحقيقي. طب الحل ايه؟ ما هو انت شايف المستوى ده بدليل ان احنا بدانا نستعين بحكام اجانب، وبدليل ان اتحاد الكره السنه دي تحديدا فتح الباب على مصراعيه امام اي فريق عايز يطلب حكام اجانب. ده اعتراف من لجنه حكام اتحاد الكره ان الحكام مش من المستوى المطلوب الفتره دي. الحكام حاليا هزه نفسيه كبيرة. هزه ضغوط من بعض الانديه بتحاول تاثر بقدر الامكان، كل ده معروف يعني وكل ده مشاهد. لكن في النهاية لجنة الحكام الحل السريع كان بالنسبة لها في الفترة الحالية هي ان هي تفتح للحكام الأجانب على أساس انه يكون في فرصة بعد كده ان انت تجهز الحكام نفسيا، ترفع عنهم الضغوط لفترة معينة. ففي النهاية هو ده المستوى فعلا، لكن انا استبعد تماما انه يكون في اي نية او تربص بفريق معين او انه الحكم بيتعمد ان هو يخطئ. لا، اكيد في اخطاء، ومشكلتها ان هي اصبحت اخطاء مؤثرة. بالظبط، هي دي المشكله، هي اخطاء وارده طبيعي. اي بلد ممكن، لكن هي المشكله الكبيره ان الاخطاء دي اصبحت مؤثره في نتائج بعض المباريات، وبالتالي اصبح على اتحاد الكره ان هو يشوف حل سريع للموضوع ده، لانها اصبحت مكرره، اخطاء مكرره. بالظبط بالظبط، فنتمنى انه الامور يعني بسرعه يعني يتم انقاذها، ويتم عمل دورات تدريبيه بشكل مكثف للحكام، ويتم استخدام خبراء اجانب لعمل دورات تدريبيه هتضيف للحكام. هتضيف الدورات دي، هتضيف ولا هي امكانيات؟ لا هتضيف طبعا. لا ازاي يعني؟ اكيد الدورات دي بتضيف، المعسكرات الخارجيه كمان للحكام، يا ريت نعمل ده ويكون في دورات خارجيه للحكام في دول سواء في اوروبا او حتى دول عربيه، يا ريت يكون في تبادل خبرات في هذا المجال تحديدا، لانه كل يوم في جديد، كل يوم في جديد في في في, في عالم التحكيم. وخلينا نشوف الموسم الجاي لعل وعسى نشوف تطبيق الفار، وان كان حتى لو طبق الفار هيكون في مشاكل، هيكون في اخطاء برضه وارد، أكيد. لكن هيقلل شويه من الاخطاء بصراحه، أكيد. خصوصا في اخطاء بتبقى فادحه في المباريات، اخطاء ضربات الجزاء واخطاء الهدف والكره تخطت، حتى لو في حكم خامس. لا، الحكم الخامس في اعتقادي زاد المشكله، بالظبط محلش المشكله. ويا ريت لو ينفع ان اتحاد الكوره مع بدايه الدور الثاني ينتهز الفرصه دي ويستبعد فكره الحكم الخامس او يستبعد تطبيق الحكم الخامس. هو على فكره مش يعني هو قانونيا عادي ان انت ممكن مباراه تلعب باربع حكام ومباراه تلعب بخمسه، ده قانوني عادي. لكن هل شايف ان المفروض الافضل ان انت قبل انطلاق اي مسابقه تحدد ان المسابقه دي كلها هتكون من خلال اربع حكام او من خلال خمس حكام؟ طبعا. ولا الافضل ان انت كل مباراه وظروفها؟ لا 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 طبعا، انا يعني ما ينفعش ان انت مباراه تعملها بخمسه، مباراه تعملها باربعه، مباراه تستخدم فيها الفار، مباراه ما تستخدمش فيها الفار. فاعتقد انه ده كان غريب. حتى في نهائي دوري ابطال افريقيا
الاهلي والترجي، كان المفروض كمان الاتحاد الافريقي انت بدات بطوله بلوائح تكملها يعني بالزبط. فاذا الامور لازم لما تبدا زي لوائح المسابقات بالظبط او شؤون اللاعبين التحكيم كمان هكذا. لكن الحكم الخامس في وجهه نظري يعني خلى الحكم الرئيسي عنده ثقته اهتزت في نفسه وفي قراراته، واصبح يتردد كثيرا في اتخاذ القرار يعني نفسه بتبادر باتخاذ قرار معين في ركلات الجزاء او في احتساب كره هدف او لا، وبيتراجع بسبب الحكم الخامس وبسبب اللي بيحصل في السماعات، الله اعلم ايه اللي بيتقال او ايه اللي بيحصل، واكثر من مره شفنا الكلام ده. طيب نتكلم عن مشوار الاهلي الافريقي، شايف او تقييمك لمجموعه النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، هل هي مجموعه متوازنه، مجموعه صعبه، مجموعه سهله بالنسبه للنادي الاهلي من رؤيتك؟ طبعا النادي الاهلي معاه فيتا كلوب ومعاه شبيبه الثوره ومعاه سيمبا التنزاني كمان. تمام، يعني المعروف في المجموعه سيمبا التنزاني وفيتا كلوب دول اللي هم المعروفين كاسما. لكن الشبيبه يعني الجزائري انت بتتكلم دايما المواجهات العربيه والعربية العربية شمال أفريقيا بيكون فيها حساسية وبيكون فيها صعبة وبيكون فيها حسابات تانية غير الملعب وغير الأمور الفنية، فبالتالي المباراة لا تقل أهمية عن المباراتين الأخرين. وإن كنت أرى أنه البداية أمام فيتا كلوب في القاهرة بداية مهمة جدا للنادي الأهلي، لأنه فريق مرشح دائما وفريق دائما بيقدم مباريات قوية وفريق وصل نهائي الكونفدرالية كمان أمام الرجاء وخسر بالضبط. فإذا فيتا كلوب هو فريق أصبح مصنف حاليا في القارة وبيتعمل له حساب، وتبدأ في مباراتك في مصر لأنه مش في القاهرة في استاد برج العرب، إذا مهم ومطلوب. وانا بقول انه الحضور الجماهيري لازم في المباريات الافريقيه يكون كبير وحضور مكثف والجماهير تلتزم، لانه الموضوع ما بين الطرفين، الامن صاحب القرار والجمهور اللي بيلتزم، لما بتلتزم هيكون في امور اخرى. الجمهور يعني عشان يبقى حريص على مصلحه فريقه لازم ان هو يلتزم، الفريق محتاجه بشكل كبير، خصوصا جمهور بحجم جمهور النادي الاهلي لتواجده في مباريات الفريق اكيد بيدي قوه اضافيه لفريق النادي الاهلي في الملعب. طبعا وشفنا ده كتير يعني في اكتر من مباراه لما بالزبط. الجمهور بيغيب يعني الروح ما بتكونش موجوده ب 100% يعني. لكن الحضور الجماهيري دايما بيديك طاقه اكتر، بتطلع اكتر من 100% كمان في الملعب. فاتمنى انه مع بدايه مشوار الاهلي في دور المجموعات انطلاقه مهمه جدا، انطلاقه مهمه للغايه، يكاد يكون هو المنافس المباشر للأهلي في المجموعة. إذن لازم حضور جماهيري مكثف، ولازم التزام جماهيري، ولازم الأهلي يكسب وفي أول مباراة لي في دور المجموعات في الإسكندرية في برج العرب. إن شاء الله يا رب التوفيق للنادي الأهلي في مختلف المباريات والبطولات اللي هيشارك فيها إن شاء الله. نروح لملف آخر واستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية. حتى الآن مصر لسه مرشحة هي وجنوب أفريقيا إن هم ينظموا هذه البطولة إن شاء الله في شهر 6 القادم. شايف فرص مصر ازاي في تنظيم هذا الحدث؟ انا في وجهه نظري فرص مصر اكبر من جنوب افريقيا بمراحل، اكبر طبعا في اعتقادي، في اعتقادي انه لو اتحاد الكره المصري ما كانش متاكد انه مصر هي اللي هتنظم كانش هيقدم، ما كانش هيتقدم بالطبع خالص اطلاقا، خاصه انه في نفس اليوم اللي قدمنا فيه كان موجود المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد الدولي ومعاه احمد رئيس الاتحاد الافريقي في شرم الشيخ. كان نهائي بطوله الكره الشاطئيه الافريقيه اللي كانت بتستضيفها مصر في شرم الشيخ. اذا الامور مرتبه والامور اعتقد اكيد هيكون فيها كلام. خلينا نكون صراحه ونكون واقعيين، مصر ما كانتش هتقدم لو هي مش ضامنه بنسبه كبيره ان البطوله هتكون في مصر. مصر هي مؤسسه الاتحاد الافريقي، مصر دايما داعم للاتحاد الافريقي في كل المحافل، وبطوله زي كده مهم ان هي تتعمل في التوقيت ده في مدى في مصر. اهميه تواجد هذه البطوله في هذا التوقيت بالنسبه لمصر على يعني على كل المستويات، في اعتقادي مستوى رياضي، مستوى انه الجمهور تكون مناسبه ان الجمهور يرجع خلاص ويكون في يعني انفراجه في موضوع الجماهير. وانا معلوماتي انه المفروض الفتره القادمه اتحاد الكره بيحاول مع وزاره الداخليه انه الجمهور يرجع بكامل طاقته في مباراة بكامل طاقته في مباراة الدوري، بس انتظارا لقرار الاتحاد الافريقي، بحيث انه ده يكون بروفا
كاملة وحقيقية لموضوع دخول الجماهير في كأس الأمم الأفريقية. يعني لو قرر الاتحاد الأفريقي أن مصر خلاص هي اللي هتنظم البطولة هيبقى في خطوة كبيرة جدا بشكل كبير. هنسمع عن قرار عودة الجماهير في كل المباريات المحلية بشكل كامل. أتمنى أن الجمهور ينتهز هذه الفرصة وتكون فرصة مهمة أنه الجمهور يلتزم وأن الجمهور فعلا خلاص يرجع بكامل طاقته في مباراة الدور ومباراة كأس مصر والمباراة الأفريقية كمان للأندية. دي نقطة. نقطة أيضا اقتصادية، دايما لما بيكون في مباريات زي كده أو بطولة كبيرة بحجم كأس الأمم كل الأمور يعني حتى بائع الأعلام بالظبط، حتى وسائل الإعلام، حتى التذاكر، حتى أي مهنة مرتبطة بكرة القدم بتنتعش في هذه الفترة. كمان على الناحية السياسية، وإحنا دايما في مصر يعني لسنا بمعزل عن الدولة. إحنا أنت بتتكلم في العام اللي فيه مصر أسوان هتكون عاصمة الشباب الإفريقي. مصر ليها بعد إفريقي، مصر عندها توجه إفريقي دلوقتي، تواصل مع الدول الأفريقية ده شيء مهم جدا. بالضبط، إذن فرصة مواتية في كل الاتجاهات أن مصر تنظم البطولة دي، وده هيكون يعني موضوع مهم للغاية. وبالمناسبة استاد القاهرة إن شاء الله في شهر مارس هيكون جاهز تماما. مارس ولا فبراير؟ مارس إن شاء الله. أنا النهاردة كنت على تواصل مع اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة. الشركة اللي بتتولى الأعمال هي شركة فرنسية. الشركة دي هي اللي عملت أكتر من ملعب في إنجلترا، عملت 5 ملاعب في روسيا في بطولة كأس العالم الأخير. الراجل بيتكلم ان احنا هنشوف ملعب على الطراز الاوروبي من حيث النجيله، من حيث النجيله تحديدا، ومن حيث المدرجات، ومن حيث المضمار اللي حوالين الملعب، ومن حيث البوابات كمان اصبحت جاهزه لو احنا عايزين نطبق مش الدخول الالكتروني بس، بصمه الوجه كويس، ان انت تدخل ببصمه الوجه، ان انت تدخل الملعب بتتسجل ان انت دخلت والبيانات وكل حاجه. مهم جدا العوده للعب على استاد القاهره بصراحه. المباريات فيه بتبقى ليها طعم تاني كده، جمهور الكره المصريه بشكل عام، سواء جمهور الاهلي او الزمالك او حتى المنتخب الوطني لما بيلعب. لو حصل ومصر كان ليها النصيب ان هي تنظم كاس الامم ان شاء الله باذن الله، انا بقول لك مباريات منتخب مصر والافتتاح والختام هيكون على استاد القاهره ان شاء الله باذن الله. تمام، اتمنى انه يكون في مباراة كبيرة منتخبنا الوطني ومنتخب عالمي في افتتاح كأس، في افتتاح استاد القاهرة، لأنه فعلا استاد القاهرة هو الوجهة الرياضية لمصر أمام أفريقيا وأمام الشرق الأوسط كله. طيب نختم بمحمد صلاح ومباراته المهمة جدا النهاردة أمام فريق مانشستر سيتي. مباراة مصيرية بالنسبة للفريقين، ليفربول بيحاول إن هو يفوز في المباراة دي عشان يوسع الفارق مع مانشستر سيتي ومع توتنهام كمان، ويقرب خطوة جيدة نحو الفوز ببطولة الدوري. في المقابل فريق مانشستر سيتي عايز ايضا يقلل الفارق مع فريق ليفربول. شايف المباراه دي ازاي؟ وبعد كده نتكلم على محمد صلاح بالتفصيل. تمام، طبعا يعني انا بتمنى زي اي مصري ان محمد صلاح يحصد لقب بالدوري الانجليزي، دي هتبقى حاجه تاريخيه لمصر ولينا كلنا وحاجه نفخر بيها. طبعا مباراه قويه للغايه، مباراه مهمه، كلنا طبعا النهارده الساعه 10 هنلتف نشوف المباراه، لكن انا شايف كمان ان هي هتكون مباراه خارج الملعب كمان ما بين يورجن كلوب وغوارديولا. طبعا غوارديولا طبعا، خاصه ان غوارديولا في الفتره الاخيره يعني بيتعرض لهزات مع مانشستر سيتي، ويورجن كلوب بيتفوق نسبيا على غوارديولا في المباريات بشكل عام. صحيح صحيح، فانا اتوقع ان هي هتكون مواجهه خاصه كمان ما بين الاثنين المدربين. من كل واحد فيهم عمل مدرسه مختلفه بالزبط، ومدرسه ليها نهج خاص في التدريب، فاتوقعها مباراه قويه ما بين الفريقين، واتمنى التوفيق يكون فيها لمحمد صلاح علشان ينفرد بصداره الدوري، واتمنى انه صلاح يسجل علشان يرجع يستعيد صداره التهديف الهدافين ان شاء الله. طبعا هو بينافس مع هاري كين طبعا نجم توتنهام عنده 14 هدف دلوقتي، وبيير امريك اوباميانج الجابوني طبعا لاعب ارسنال عنده 14 ايضا، صلاح عنده 13، ان شاء الله يهدف النهارده عشان يتساوى على الاقل معاهم، او نتمنى ان هو يحرز اكثر من هدف، وخصوصا ان هو احرز اهداف قبل كده في مانشستر سيتي. محمد صلاح بالتحديد شايف ان هو دلوقتي في قمه مستواه، خصوصا بعد بدايه الموسم البعض كان بيقول ان صلاح صعب ان هو يكرر الموسم اللي فات. صلاح طبعا في قمه مستواه حاليا، بيعيش في حاله نفسيه وفي حاله معنويه وفنيه عاليه. لما بدا يرجع مره ثانيه كمان لصداره التهديف، وان هو يعني خلاص في مطارده دلوقتي زي ما كنا شايفين الموسم الماضي، كان في ضغوط على صلاح قبل بدايه الموسم، هل ده كان موسم استثنائي ولا صلاح هيقدر يكرر ده؟
فاعتقد ان لا صلاح بيثبت ان ده ما كانش موسم استثنائي وان هو بالفعل جدير ان هو يتحط في المصاف مع رونالدو ومع ميسي. اعتقد ان شاء الله باذن الله ان محمد صلاح هيكون قريب ان هو يفوز بجائزه الافضل في افريقيا ويكرر ده ان شاء الله باذن الله يوم 9 يناير وان شاء الله نبارك له ونبارك لمصر في نفس اليوم باستضافه كاس الامم الافريقيه. يا رب يا رب ان شاء الله كل امور هامه جدا سواء لمصر او لمحمد صلاح او كمان للنادي الاهلي. استاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق نورتني وشرفتني. شكرا يا امير سعادتي بوجودي. شكرا. طبعا ده كان لقائنا من خلال حلقه كلام في الميديا النهارده مع الناقد الرياضي الكبير استاذ حسام زايد. اتكلمنا في العديد من الأمور ملفات وعلى مدار الحلقة بشكل عام كان في أخبار عديدة ومهمة جدا بالتحديد للنادي الأهلي. اتكلمنا كمان على أهم الملفات المحلية والعالمية. طبعا دي كانت حلقتنا النهاردة من خلال برنامج كلام في الميديا. استنونا وحلقة جديدة. إلى اللقاء.